بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هاي الأسباب يا ابن الأطياب أخر الساعة الظهور للأطمراب حزن الأحباب زادت آلام بشعورك. هاي الأسباب يا ابن الأطياب أخر الساعة الظهور للأطمراب حزن الأحباب زادت آلام بشعورك. مهدي 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 أريد أحكي لك حقائق بيها تعرف بسري والطمو أصرخ ونادي وكون شفي من حديد. أريد أحكي لك حقائق بيها تعرف بسري والطمو أصرخ ونادي كون شفي من حديد. هاي الأسباب يا ابن الأطياب أخر الساعة الظهور. مهدي مهدي ويا طلت كل فجر تختنق روحي تريد لأن راح أقرأ دعاء للعهد أرجع وعيد. ويا طلت كل فجر تختنق روحي تريد لأن راح أقرأ دعاء للعهد أرجع وعيد. شو وقت ما أعرف زماني يمت أشوفك يا البعيد ألتمس نسمة شعاعك يفز جرحي من جديد. هاي الأسباب يا ابن الأطياب أخر الساعة الظهور. مهدي 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 يا ابو صالح المعاني ليش بس عني يثور شور لطمو بندريه حجه
وعني بكل شروق يا ابو صالح المعاني ليش بس عني يثور شور لطمو بندريه حجه وعني بكل شروق الراب انطم بهواسي وانقل الصورة حضور للغرب كل المعاني بالعدل دربة يفور راب درهم بهواسي وانقل الصورة حضور للغرب كل المعاني بالعدل دربة يفور هاي الأسباب يا ابن الأطياب أخر الساعة ظهورك مهدي 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 إلى الموفق أبو فاقر الملياحي عددت بكل الاوامر وعنها تدري لو حجي شاب دايخ وبزمانه وفره ومنكر دري تعددت بكل الاوامر وعنها تدري لو حجي شاب داخل وبزمانه وفره ومنكر ديريت ونائبك منها نقذه يحاربون بانترنيت ونائبك منها نقذه يحاربون بانترنيت تمسكوا بالله كلهم من الفتن تحفظ البيت هاي الأسباب يا ابن الأطياب أخر الساعة ظهورك مهدي 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 ليش مصلح كل زمانه باطل يتكالب عليه مد ايده لهاي الامه مد ايده لهاي الامه بعض منهم قصديه ليش مصلح كل زمانه باطل يتكالب عليه مد ايده لهاي الامه بعض منهم قصديه بس فطعنات جبده واضحه بنبره حجيه انت يا ابو صالح ادري انت يا ابو صالح ادري بيه وابنه جوبتي انت يا ابو صالح ادري بيه وابنه جوبتي هاي الاسباب يا ابن الاطياب اخر الساعه الظهوره